كرم جهاز الرقابة والمحاسبة بتعز عدد من موظفيه وذلك نظير جهودهم خلال العام الفائت 2020. المزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة نعيم خالد. كرم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عددا من موظفيه وذلك لما أثبتوه من جدارة في العمل والعمل على عودة الجهاز إلى دوره الفاعل في الرقابة في مدينة تعز بعدما أصابه التوقف بسبب حرب ميليشيا الحوثي على المدينة. احنا نفذنا في 90% من خطط عام 2020، وفي عام 2020 تم التخطيط لهذا العام وتم تخطيط الجهات الإرادية والجهات الهامة في المحافظات، وعلى اللي بذل الكثير من الجهد وتقديم الأعمال المتميزة لفرع الجهاز بتعز. أعضاء في محافظة تعز الجهاز الرقابة والمحاسبة أعضاء جيدين ومتميزين ولهم السبق الأول، دائما السباقين في عملية المراجعة وفي عملية التخطيط وفي عملية تقديم التقارير المتميزة وإبلاغها للجهات المختصة سواء في رأس الجهاز أو في محافظة المحافظة. الحفل الذي استعرض فيه نجاحات وإنجازات الجهاز الذي بدأ عمله في ديسمبر 2016 وبانعدام الإمكانيات وإلى 5 مايو 2018 في استلام المبنى وإعادة تأهيله وتجهيزه وإنشاء وحدة رقابية ثابتة لمدينة التربة وكذا لمديرية المواسط والمعافر وجبل حبشي والمسراخ. إن تكريم قيادة الجهاز فرع تعز لكوادره يعكس اهتمام قيادة فرع تعز بالكوادر وبالعمل الرقابي، وحقيقة انه يقدم دعم وتحفيز للجهود التي ستبذل في السنوات القادمة. بالنسبة لي هذا التكريم يعتبر حافز ودفعة قوية، وهذا يعني يعبر عن اهتمام قيادة الفرع بكوادر الفرع ومزيدا من الانتاج ومزيدا من الابداع في العمل المميز، وان شاء الله نكون في هذا المستوى بالذات. عمل دؤوب بدأ من الصفر، وفي عام 2020 وبداية 2021 يطمح الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمضاعفة جهوده. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.